سلمان العودة جاب له حديث أسمع وأطع للحاكم، قال دي قصة. ولذلك أنا أعتقد أن اختصار القيام الإسلامية بقصة اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وكأنه لم يرد إلا هذا المعنى، أعتقد أن هذا جور على الشريعة. سمى قصة حديث قاله رسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، قال دي قصة. وصف كلام النبي بأنه شنو؟ قصة، وده ذاته كفر، ذاته كفر، الكلام ده كفر. بعد ده كافر ما كافر ده موضوع آخر يا جماعة. قال دي قصة، ووصف بالجور بالظلم على الشريعة، شفت كيف؟ والذين جعلوا هذا الحديث يعني خاص بواقع معين، منهم سلمان العودة، ومنهم محمد العوضي، ومنهم العريفي الذي سبق. أقول هؤلاء لابد أن يعاقبوا، وأختم بهذا الكلام، وعقابهم يكون بالرد عليهم من أهل السنة. وفي أمر آخر ليس إلينا، العلماء قالوا ده لي يفعل السلطان عشان البلد ما تكون فوضى، الحديث وإنه يفعل بهم ويفعل بهم ده ما لنا يا جماعة، لكن يعاقبوا ذا بهم ما ندر نتكلم عنه على يد دعاة أهل السنة بكشفهم وفضحهم. تفضحوا، لازم يتفضحوا الناس، ما تخاف ما تخاف، والله يعصمك من الناس. شوف السلف كان بيعاقبوا النازل كيف، أذكر لك نموذج واحد بس. روى الإمام الآجري في كتاب الشريعة عن السائب ابن يزيد قال أتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين، لما جاء داخل قالوا يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن. والقصة دي استدل بها الشيخ سليمان الرحيلي أيضا حفظه الله في وجوب عقاب الخوارج، جاب برضو يعني ما نحن اللي فهمناه واستدلنا بها كده. والشاهد قال وين؟ إنه الرجل ده يتبع متشابه القرآن، العلماء قالوا كده، والخوارج بيتبعوا متشابه القرآن، واستدلوا بها على جواز أو مشروعية قتل الخوارج إذا رأى الحاكم ذلك، وده بيقدروا الحاكم المسلم بالكتاب والسنة يقدروا. ليه؟ لأنه عمر الخطاب بعد ما جلدوا فتح له راسه، فتح شعره، لقى عنده شعر، لقى عنده شعيرات في راسه، قال له لو وجدتك محلوقا لضربت عنقك. يعني شنو الكلام ده؟ يعني لو لقيتك من الخوارج، لأن الرسول قال سيماهم التحليق، وقد يكون في خوارج ما بيحلقوا برضه، لكن سيماهم التحليق ده الخوارج النوع الموجودين. بعد ذاك الخوارج يتطوروا بقوا أنواع، زي ما ذكرهم البغدادي ذكر قال أنواع وفرق الخوارج، الأزارقة والنجدات وغيرهم 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 من الخوارج. فلقى عنده شعر، قال له لو لقيتك صلعة كان ضربت لك عنقك، لو لقيتك من الخوارج. استدلوا بالحتة دي برضه. طيب الجماعة قال له يا أمير المؤمنين لقينا رجل بيسأل عن تأويل القرآن. أها، فقال اللهم أمكنني منه، ترى عمر بن الخطاب قال يا ربنا مكنني من الزولة. أها، فبينما عمر ذات يوم يغدي الناس، الناس كلهم بيجوا بيغديهم بيأكلهم عمر بن الخطاب، إذ جاءه رجل عليه ثياب وعمامة كمان لابس لعمة، شو الما شو الزول ده عليك الله. في بعض الروايات تاب، وبعضها يعني ظهر منا انه ما فيها لحد الان توبة، لكن اذا تاب خلاص. ثياب وعمامة يتغدى، جدر يتغدى كمان، حتى اذا فرغ قال يا امير المؤمنين والذاريات ذروى فالحاملات وقرا. بعد ما شبع بدا ينظر، شو قال الاخوان المسلمين ديل كله شبعانين، عشان كده بينظروا، هيا سوروا، وقعد تلقى صوته زي الحصان سوروا، والجماعه يطلع وهو قاعد يمشي البيت. فقال عمر انت هو؟ بيت ذاتك؟ قالوا ليه ده هو؟ فقام اليه فحسر عن ذراعيه، ده عمر بن الخطاب اول شيء شمر كويس، فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته على الأرض.
جلدوا ليك جلد نظيف جدا، رضي الله عن عمر وارضاه. فقال: والذي نفس عمر بيده، ده عمر قال كده، لو وجدتك محلوقا لضربت راسك. البسوه ثيابه، وظاهر انه العمامه وحاجات ثانيه وقعت، لانه قال البسوه شنو؟ ثيابه. ده زي ترك الطحين ذاك. المهم ده قصته ثانيه. طيب: واحتملوه على قتب، ثم قال: اخرجوه حتى تقدموا به بلاده، رجعوا بلده، ثم ليقم خطيبا، هو ذاته، ثم ليقل، يقول أوامر من عمر الخطاب، رجعوا بلده، في حكمة هنا، ويقوم خطيب في بلده، ثم ليقل: إن صبيغا طلب العلم فأخطأه. دي الخطبة قال لي بتاعتك، دي الخطبة من بدايتها لنهايتها. فلم يزل بعد ما قال الكلمة دي في قومه، الرواية قالت كان سيد القوم، ده كان زعيم القبيلة. تقالوا كان زول صاحب الجلد عمر صبيغ، ده كان زعيم القبيله، سيد القوم. وعمر قال يقول كده ليه؟ شوف الحكمه وين. الراوي قال: فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك. وضيع، وكان سيد قومه. كتاب الشريعه للاجري صفحه 60. تفضل الشيخ الفاضل ابو بكر اداب، معليش للاطاله، لكن الامر والموضوع يستحق. جزاكم الله خير، بارك الله.